مصر على عهدها في مساندة ودعم القضية الفلسطينية، فمنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تترك اتجاها لدعم غزة إلا وسلكته. جهود عديدة تقوم بها القاهرة لتهدئة الوضع والإفراج عن المحتجزين والأسرى، وصولا إلى توصيل المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين. احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهالينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي.